أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد زهرب واليوم جيت بفيديو جديد. اليوم إن شاء الله رح نشرح موضوع كثير انطلب مني، موضوع البيئة. اليوم من خلال هذا الفيديو رح نتعلم كيف اللي هو نسوق قيادة بيئية، زائد رح نجاوب على 5 أسئلة صح في اختبار نظرة تيوري عن موضوع البيئة. موضوع البيئة ينقسم إلى عدة أقسام. أول قسم رح نحكي فيه لليوم اللي هو الغازات، واللي هي الغازات المنبعثة من السيارات. أول غاز رح نحكي فيه هو غاز أول أكسيد الكربون. غاز أول أكسيد الكربون هو عديم اللون، عديم الطعم، وعديم الرائحة، يعني ما نقدر نتذوقه، ما نقدر نشوفه، وما نقدر اللي هو نشمه. يسبب ألم وصداع في الرأس، هاي أحد أعراضه، إنه هو بيسبب ألم وصداع في الرأس لما حدا يستنشقه، عشان يقدر الواحد يفهم إذا كان مثلا مع سيارة داخل كراج مغلق وراسه بلش يجع، ويفهم إنه حاليا هو عم يتعرض لاستنشاق غاز أول أكسيد الكربون. عديم اللون والطعم والرائحة، ويسبب ألم وصداع في الرأس، ويؤدي إلى الوفاة إذا استنشقناه بكميات كبيرة، ويؤثر على القلب والشرايين وعلى التنفس، يعني كمان بيخلي تنفس الإنسان يكون صعب، بيخلي تدفق الدم في الشرايين يكون بطيء. شو هي الحالات اللي بكون احنا معرضين فيها لاستنشاق غاز اول اكسيد الكربون؟ لما احنا نشغل السيارة داخل كراج مغلق ونضلنا واقفين عندها، او داخل كراج سيء التهوية ونضلنا واقفين عندها. كيف ممكن نعرف انه احنا حاليا عم نستنشق غاز اول اكسيد الكربون؟ من خلال انه يجيني الم وصداع في الرأس. غاز اول اكسيد الكربون نسبته في الغلاف الجوي 30%. تخيلوا ان احنا واقفين في كراج مغلق او كراج سيء التهوية، وحاليا الدخان عم يطلع من السيارة، طبعا عم تطلع معه الغازات، وانا واقف داخل الكراج، فهذا الشيء كفيل بدقائق فقط يقضي على حياة انسان. رح نيجي على الغاز الثاني واللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون. غاز ثاني اكسيد الكربون يعمل على تقلبات في المناخ، يرفع درجة حرارة الأرض، يسبب ظاهرة اسمها تأثير البيوت الزجاجية، يعمل على زيادة الاحتباس الحراري مثل ما حكينا، يرفع درجة حرارة الأرض، يعمل على تقلبات في المناخ، وكمان نسبته في الغلاف الجوي اللي هو 30%. يجينا عليه سؤال في الاختبار مثلا، ما هو الغاز الذي يسبب ظاهرة اللي هو ما تسمى بتأثير البيوت الزجاجية؟ ثاني أكسيد الكربون. رح نيجي على الغاز الثالث، غاز الأزوتيك. غاز الأزوتيك، وهذا الغاز يسبب حموضة في التربة والبحيرات. هذا الشيء الوحيد المطلوب منا نعرفه عن غاز الأزوتيك. هيجينا سؤال في الاختبار، ما هو الغاز الذي يسبب حموضة في التربة والبحيرات؟ هو غاز الأزوتيك. طيب، هاي الغازات كلها كانت قديما تنبعث من السيارة بشكل كامل، يعني 100%، وهذا شيء كان يضرنا إحنا كبشر ويضر كمان البيئة. مشان هيك العلماء توصلوا لاختراع اسمه الكاتاليساتور، الكاتاليساتور أو المرشح الحافز أو العادم الآلي أو الخازوق. 4 مسميات على جهاز واحد، ممكن مسمى واحد من ال4 مسميات يجينا في اختبار النظر التيوري، مشان هيك لازم نكون جاهزين لأي مسمى يجينا. المرشح الحافز هذا أو الكاتاليساتور هو جهاز يعمل على تخفيف انبعاث الغازات، ولكن هو ما بيمنعها بشكل كامل، خلينا نكون دقيقين، يقلل انبعاث الغازات بنسبة من 90% إلى 95%، ولكن ما بيقدر يصفي اللي هو أو ينقي غاز ثاني أكسيد الكربون أبدا، ولا حتى 1% منه. يعني هو بيصفي من 90% إلى 95% من الغازات، لكن غاز ثاني أكسيد الكربون ما بيقدر عليه وبيطلع مثل ما هو. فلما يجينا سؤال في الاختبار اللي هو قديش بيصفي الكاتاليساتور من غاز ثاني أكسيد الكربون، لازم أقول له 0% أو لا شيء منه. المرشح الحافز هذا ما بيشتغل إلا ليكون ساخن. كيف يعني؟ يعني لما أنا أجي أشغل السيارة بالبداية هتكون باردة، طول ما السيارة باردة
ما راح يصفي لي اللي هو الغازات، ما راح يعمل، ما راح يؤدي وظيفته. لازم هو نفسه الكاتاليساتور يسخن، بعد ما يسخن بيصير يؤدي الوظيفة اللي هو يصفي لي الغازات. وطبعا مرشح الحافز بيوصل لدرجة حرارة تقريبا من 400 إلى 600 درجة مئوية. بيجيني سؤال في الاختبار، متى يعمل الكاتاليساتور؟ متى يعمل يعني متى ببلش يصفي الغازات؟ أقول له عندما يسخن الكاتاليساتور، لأنه بيجيني في الخيارات اللي هو عندما يسخن الكاتاليساتور، عندما يسخن المحرك، أو عندما عند تشغيل السيارة. لا، هو نفسه الكاتاليساتور لما يسخن بيبلش يصفي الغازات، مثل ما حكينا بيوصل لدرجة حرارة من 400 إلى 600 درجة مئوية. وهذا الكاتاليساتور مصنوع من مادة اسمها البلاتينيوم، تتحمل أقصى درجات الحرارة، وعشان بيحمى كتير وبيوصل لدرجة حرارة بين 400 إلى 600 درجة مئوية وكتير بيكون ساخن في بعض الأحيان، لازم نكون منتبهين لما بتكون سيارتي مثلا أنا طالع فيها مشوار كتير بعيد والمحرك ساخن والمرشح الحافز ساخن كتير، لازم أعرف أنا وين أوقف سيارتي. مثل ما احنا شايفين الكاتاليساتور بيكون تحت السيارة، أسفل السيارة، يعني بيكون بعيد عن الأرض شوي، شبر، بمقدار شبر أو أكتر شوي مش أكتر. فممكن أحيانا أنا أجي أوقف السيارة بدون ما أنتبه فوق مكان، وهذا المكان يكون فيه مثلا مواد قابلة للإشتعال. درجة حرارة الكاتاليساتور لأنها قريبة من الأرض راح تعمل على إشتعال هاي المواد اللي هي قابلة للإشتعال، عشان هيك لازم أكون منتبه من هذا الموضوع. أصبح لما يكون عندي سيارة وأنا جيت شغلتها الصبح، خلينا نقول أخذت 10 دقائق أو ربع ساعة لتحمى، بعد ما حميت اللي هي السيارة، حمي المرشح الحافز، بعدين بلش يشتغل. خلينا نقول مثلا 20 دقيقة الأولى اللي أنا شغلت فيهم السيارة الغازات كانت عم تطلع مثل ما هي 100%. بعد ما حمل مرشح الحافز بعد 20 دقيقة من تشغيل السيارة مثلا بلش يصفي لي الغازات. فرجعوا العلماء قالوا لك لا، احنا بدنا نعمل شيء، نخترع شيء بحيث من اول ما نشغل السيارة فورا تبلش تصفي الغازات، ما بدنا انه احنا نستنى ليحمل المحرك وبعدين يحمي لي المرشح الحافز. تمام، فاخترعوا شيء. شو اسمه؟ اخترعوا شيء اسمه المدفأة الحرارية. المدفأة الحرارية، شو وظيفة المدفأة الحرارية؟ المدفأة الحرارية هاي بتحميلي المحرك. يعني مثلا أنا اليوم جيت روحت من شغلي الساعة 7 المساء أو 6 المساء أو 5 المساء، وبدي أطلع تاني يوم على شغلي الساعة 8 الصبح أو 7 الصبح، فأنا بعير هاي المدفأة أنها تشتغل مثلا قبل بساعة ما أنا بدي أطلع الشغل، فهي وهي موصولة هيك بتضلها بتحمل المحرك. فأنا لما بنزل من بيتي الساعة 7 وأمشي بالسيارة، المحرك أصلا بيكون ساخن، ما بيحتاج أن أنا أوقف أحميه أو أمشي شوي شوي عشان أحميه، لا، هو المحرك بيكون ساخن وسخن لي كمان المرشح الحافز. فأول ما أنا أجي أركب السيارة وشغل السيارة فورا ببلش السيارة تصفي لي الغازات مباشرة، يعني ما بحتاج أنه أنا أخذ 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة في البداية لحتى أحمي مرشح الحافز، انه مثل ما حكينا اصلا بكون ساخن. المدفأة الحرارية هاي نعيرها حسب درجة اللي هو الحرارة في الخارج، يعني مثلا اذا كانت درجة الحرارة في الخارج صفر مئوية تحتاج مني ساعة واحدة لتحمية المحرك، بشغلها ساعة واحدة. اذا كانت درجة الحرارة اقل، خلينا نقول ناقص 10، فهي تحتاج مني 90 دقيقة، ساعة ونص. وكل ما قلت كمان كل ما هو بدي وقت أكتر، يعني مثلا إذا واحد ساكن بالشمال ودرجة الحرارة ناقص 30 أحيانا بتكون، قديش بده تقريبا وقت؟ بده تقريبا لا يقل عن ساعتين، ساعتين ونص، أو حتى أحيانا 3 ساعات حتى يحمل المحرك ويحميله المرشح الحافز، عشان أول ما يطلع السيارة فورا أول ما يشغل تبلش اللي هي المرشح الحافز يصفي الغازات. بما انه حكينا انه اللي هو الغازات هاي عم تطلع بهذا الشكل وعم تضرنا احنا وعم تضر البيئة، انا كسائق بقدر من خلال اسلوب قيادتي ان انا اخفف كمان من الغازات، وخاصة غاز ثاني اكسيد الكربون مثل ما حكينا، لانه هو بيطلع 100%، هو ما بيتصفى. فانا لكن حتى لو هو ما بيتصفى وبيطلع 100%، انا ممكن اقلله، ممكن اخفف منه من خلال اسلوبي وطريقتي في القيادة. كيف يعني؟ تعالوا نشوف على
نتعرف على أهم الطرق اللي من خلالها نقدر نخفف انبعاث الغازات وكمان نقلل صرف الوقود في السيارة. أول شيء راح نحكي فيه اللي هو فرملة المحرك. شو يعني فرملة المحرك؟ من اسمها فرملة المحرك إنه أنا بترك المحرك هو اللي يفرمل، مش أنا اللي بفرمل. كيف هذا بصير؟ أنا لما بكون ماشي بالسيارة برفع رجلي عن دواسة الوقود، خلاص بدون ما أحط رجلي على الفرامل أو أي شيء تاني، بتبلش السيارة تنزل سرعتها شوي شوي. ليش؟ لأنه هلأ المحرك هو اللي عم يفرمل. على عكس فرملة الرجل اللي هي لما أنا باجي أحط رجلي على الفرامل بتبلش تخف سرعة السيارة حسب اللي هو قوة ضغطي على الفرامل. لكن فرملة المحرك أنا بكون ماشي مثلا، شفت قدامي مثلا إشارة حمراء، خلينا نعطي مثال بهذا الشكل، تمام، برفع رجلي من بعيد من أول ما بشوف الإشارة بهذا الشكل حمراء، بتبلش تنزل سرعة السيارة شوي 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 شوي. ممكن أنا أقرب على الإشارة تصير الإشارة خضراء، تفتح الإشارة مثل هيك، وأنا أضل مكمل طريقي أنا هيك، ما احتجت إن أنا أوقف. طب أنا هان شو عملت؟ أنا هان تجنبت الفرملة وكمان تجنبت الوقوف، وهذا الشيء مهم جدا 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 نفكر فيه بالفحص مع الفاحص، لأنه الفاحص كتير بيحب إنه إحنا نقلل عدد مرات الفرملة وكتير نقلل عدد مرات التوقف، لأنه هذا الشيء بيقلل انبعاث الغازات وكمان بيقلل صرف الوقود. بس هو ما بهمه صرف الوقود، هو بهمه انبعاث الغازات. كل ما زاد صرف الوقود في السيارة يزيد انبعاث الغازات، كل ما قل صرف الوقود في السيارة يقل انبعاث الغازات. أصبح هيك لازم نتصرف مع الفحص في اختبار العملي. شفت الإشارة حمراء من بعيد، برفع رجلي عن دواسة الوقود، بترك السيارة تفرمل شوي شوي، ممكن أنا أوصل الإشارة تفتح قبل ما أوقف، بضل مكمل طريقي ما بحتاج أن أنا أوقف. وإذا ظلت الإشارة حمراء، أنا رفعت رجلي قبل بوقت، فأنا إذا كنت ماشي مثلا بسرعة 50 لبين ما أوصل الإشارة هتكون سرعتي تقريبا 10، وهيك أنا باجي بوقف وقوف بيئي اسمه. شو يعني وقوف بيئي؟ يعني وقوف هادئ، وقوف بهدوء. الوقوف هذا اللي بهدوء هذا بيقلل انبعاث الغازات كمان، لأنه ما رح يخليني أستخدم الفرامل بشكل قوي، أنا رح أترك السيارة هي تخفف 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 وبالآخر توقف بهدوء، وهذا الشيء رح يقلل صرف الوقود ورح يقلل انبعاث الغازات. نفس الشيء لما يكون مثلا عندي هاي الصورة، هان بقول لي مثلا إنه قدامك تقاطع بعد 200 متر رح تكون ملزم إنك تعطي فيه الأولوية. أوكي، أنا هيك فهمت إنه في قدامي بعد 200 متر تقاطع، أنا رح أكون ملزم أعطي فيه الأولوية. طيب أنا هان شو بعمل؟ تصرف الصحيح، برفع رجلي عند وسط الوقود وأترك السيارة تفرمل لبين ما نوصل اللي هو التقاطع، شايفينه هذا المثلث اللي هو بعد 200 متر. أنا لما أجي أوصل بعد 200 متر في التقاطع، إذا كانت سرعتي مثلا 70، أنا هان وصلت سرعتي 20 أو 15، أطلع منيح في التقاطع. إذا كان في حدا، أنا أصلا كنت مخفف سرعتي فبوقف بهدوء، إذا ما في حدا بكمل طريقي. وبهيك أنا تجنبت الفرملة القوية وتجنبت اللي هو الوقوف، وتجنبت اللي هو الوقوف المفاجئ أو الوقوف أو الفرامل القوية. نفس الشيء هان بقول لي اللي هو ستوب بعد 200 متر، يعني في تقاطع بعد 200 متر في شخص تستوب اللي هو بهذا الشكل. هان كمان نفس الشيء، لازم أنا أول ما أوصل عند هاي الشخص أرفع رجلي عند دواسة الوقود عندي 200 متر، يعني لو كانت سرعتي 70 كيلومتر في الساعة، ضمن ال 200 متر هاي راح تنزل سرعتي تقريبا لل 20 لل 15، لبين ما أوصل أنا شخص تستوب مثل ما حكينا راح تكون نزلت سرعتي كتير، فأنا هان باجي بوقف بهدوء، أنا هان إجباري أوقف حتى لو التقاطع فاضي لأنه عندي ستوب. فأنا بدل ما أجي أكون ماشي بسرعة وأوصل التقاطع ماشي بسرعة 20 أو 25 وأجي أضرب فرامل قوية وأوقف، لا، أنا أصلا رفعت رجلي عند وسط الوقود من قبل، وجيت هان لما وصلت التقاطع كانت سرعة سيارتي نزلت بفعل اللي هو فرملة المحرك، المحرك كان عم يفرمل لي، ولما وصلت أنا باجي بوقف اللي هو بهدوء. أصبح هذا هو فرملة المحرك عكس فرملة الرجل. أصبح في الاختبار مطلوب مني كتير استخدم فرملة المحرك بقدر المستطاع، وأتجنب فرملة الرجل، وأتجنب الوقوف، أتجنب الوقوف المفاجئ، أتجنب الوقوف القوي، الفرامل القوية. كل هاي الشغلات بتزيد من صرف الوقود وبالتالي تزيد من انبعاث الغازات. أصبح خلينا نأخذ قاعدة
انه اي شيء بالسياره بيزيد صرف الوقود هو بيزيد انبعاث الغازات، وهذا لازم نتجنبه. نيجي كمان على موضوع كتير مهم اللي هو من خلاله نقدر نقلل صرف الوقود وبالتالي نقلل انبعاث الغازات، اللي هو القيادة بأعلى غيار ممكن دائما. القيادة بغيار عالي هذا الشيء بيقلل صرف الوقود وبالتالي يقلل انبعاث الغازات. أما القيادة بغيار منخفض يزيد من صرف الوقود وبالتالي يزيد من انبعاث الغازات. السيارات الحديثة هلأ صمموها بأنه نقدر نسوق بأعلى غيار ممكن على أقل سرعة ممكنة. كثير من الطلاب في الفحص بيرسبوا بس لأنهم ما بيعرفوا يتعاملوا مع اللي هو الغيار، وهذا الشيء طبعا بيضر البيئة مثل ما حكينا. كمان في عنا السرعة العالية. السرعة العالية بتزيد من صرف الوقود وبالتالي تزيد من انبعاث الغازات. هيك لازم دايما نتجنب القيادة بالسرعة العالية. هيجينا سؤال في الاختبار كيف فينا نقلل انبعاث ثاني أكسيد الكربون، بقول له من خلال عدم القيادة بسرعة عالية، من خلال القيادة بغيار عالي، من خلال تجنب الوقوف، من خلال تجنب الفرملة، من خلال استخدام فرملة المحرك. كمان موضوع اللي هو مثل ما حكينا الفرامل القوية أحاول أتجنبها أنا، الفرامل القوية والتفحيط، هذا كله كمان بيزود صرف الوقود وبيزود انبعاث الغازات. رح نكتفي بهذا القدر عشان ما يكون الفيديو طويل. رح أعملكم موضوع البيئة على أقسام، ممكن يكون قسمين أو ثلاث أقسام، حتى كل مرة تشوفوا في قسم اللي هو بسيط. أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو، وإن شاء الله قريبا رح نزل لكم الجزء الثاني من موضوع البيئة. وكالعادة لا تنسوني من دعواتكم.